شعب مصر سند مصر، انتوا شعب عظيم جدا، يلا وجبوا مع سيادة الرئيس، ادخلوا قولوا له كلمة في عيد ميلاده 68، احتفلوا معاه. الراجل دلوقتي مولع تورته في كل قصر رئاسي من قصوره وبيحتفل بنفسه وبإنجازاته العظيمة. لولا دي سيلفا خلى البرازيل تخرج من الفقر، ولولا السيسي كانت مصر هتبقى زي البرازيل وتخرج من الفقر، لكن للأسف احنا عندهم لولا دي سيلفا واحنا عندنا عبد الفتاح السيسي. خلينا نبدأ الاتصالات مباشرة. معنا أم محمد من مصر، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور أسامة، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. أيوة دكتور أسامة، السيسي بيحتفل بعيد ميلاده النهاردة مش كده؟ أيوة. بيحتفل بإيه يا دكتور أسامة؟ بيحتفل بخرابه للبلد؟ بيحتفل بدماره للبلد؟ بيحتفل باعتقاله للناس؟ بيحتفل باغتصابه للبنات؟ بيحتفل بإعدامه للناس؟ بيحتفل بالأراضي اللي باعها؟ بيحتفل بمية النيل؟ بيحتفل بإيه يا دكتور أسامة؟ بيحتفل بإيه؟ احتفل بإيه ولا بإيه؟ بيحتفل للغالة اللي محدش عارف يعيش ولا يأكل رغيف عاف؟ بيحتفل بإن أنا فقر أوي وعمال بتسول علينا؟ متسول وعمال بيشحت علينا؟ بيحتفل بإيه؟ بيحتفل بعيشته هو يحتفل، له الحق إنه يحتفل هو وعياله وعصابته، لأن هو اللي عايز أحسن عيشة وعايش في الدنيا كلها. إنما البشر عايش فين؟ الشعب عايش فين؟ ليه؟ الشعب ده عايش؟ عايش يا دكتور أسامة الشعب. هو اللي يحتفل ويرقص ويولع تورط ويولع كل حاجة وفي القصور وعايز بالبلطجة، وأنا عامل وهعمل وهعمل. آه صح، مش هو اللي عايش فيها هو ومراته وأسرته وعياله وعصابته كلها؟ بيحتفل هو، له الحق إنه يحتفل. إنما الشعب يحتفل يا دكتور أسامة؟ الشعب مطحون يا دكتور أسامة، الشعب ميت، الشعب متبهدل، الشعب متمرمط. طب قولي لي يا أم محمد، الشعب عايز في أسوأ أيامه. أم محمد، الشعب عايز هيحتفل إيه؟ أتمنى إنه يكون آخر عيد ميلاد إن شاء الله، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل. بشكرك يا أم محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. وليد من مصر، أهلا بيك يا وليد. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا دكتور أسامة؟ الحمد لله بخير. بنحبك لله في لله. الله خليك. أنا حابب بس أقول ممكن نغير العنوان ونقول عيد ميلاد المنقلب. يعني ممكن نقول عيد ميلاد المنقلب على السلطة. طيب تحب تقول له إيه في عيد ميلاده؟ أحب أقول له اللي كل الناس كرهاك. في عيد ميلاده أحب أقول له اللي كل الناس كرهتك وكل الناس كرهاك، وأحب أقول له إنك إنسان متخلف جاهل لا تفقه في العلم شيء. إزاي إحنا شعب فقير جدا، وإزاي رايح تجيب له طيارة، وإزاي بتبنوا القصور؟ سؤال برضو من إنسان بسيط في العلم للمنقلب اللي هو اسمه السيسي، سؤال بسيط: القروض اللي احنا جبناها من دول الخليج ومن الدول الأوروبية ومن صندوق النقد، من إنسان بسيط بتكلم، راحت فين؟ ممكن أنا أرد عليه وأقول له خدتها أنت والعصابة بتاعتك والحرامية اللي شغالين تحت منك. فكلمة أقولها له: الله غالب وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيسي، وصدقني لا يمكن هيكسر إرادة الشعب. شكرا جزيلا لك يا وليد، شكرك جدا. حد بيقول كل سنة وانت طيب يا ريس، ونشوفك إن شاء الله كده متحنط في المتحف المصري. دي رسالة والله بس من غير اسم. يعني يحتفل العالم في 19 نوفمبر باليوم العالمي للمرحاض لتسليط الضوء على أهمية المرحاض على نحو خاص والحمامات بوجه عام على حياة البشر. سبحان الله العظيم، الدنيا كلها ضده حتى المرحاض توأمه. والله رسالة مكتوبة. إن شاء الله تكون في نار جهنم وتكون مصر والشعب المصري حصلوا على حريتهم برجوع البلد. رسالة تانية: حسب الله نعم الوكيل في السيسي، أقول للسيسي في عيد ميلاده حسب الله ونعم الوكيل فيه وفي كل أعوانه. حد بيقول: الله يخرب بيتك وبيت اللي أيدك ويضيق قبرك زي ما ضيقتها علينا، يا ساتر يا رب. دعوات كبيرة يعني. حد بيقول: اقرأ هذه الرسالة لو أنت راجل، بقول للزعيم السيسي
كل عام وأنت بألف صحة، ومصر نظيفة، مصر نظيفة من الخونة والمأجورين، وكل عام تعطيهم ألم عشان يعرفوا أن الدولة مش لعبة يا خونة. الراجل بعت لك رسالة، هو بيقول لك لازم تحارب الخونة يا عبد الفتاح، ولازم تديهم ألم كل سنة لأن هم خونة، عليه من الله ما يستحق. دي رسالة تانية. يا رب العالمين لا تعيدها علينا إلا وتكون مصر تخلصت منه ومن عصابته وإعلامه والمخابرات العامة والحربية ورجال الأعمال وبعض العسكريين والمدنيين أصحاب المصالح الشخصية والأمن الوطني، وتطهير البلاد منهم جميعا، ودخولهم المعتقلات بدل الشرفاء اللي في السجون، وإعادة الثروات الطبيعية لمصر. حد بيقول نقول للسيسي كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة، وباقي الرسالة شتيمة ما ينفعش نقراها. حد تاني بيقول يخرب بيت أبوه على بيت اللي زرعه في مصر، باقي الرسالة برضو ما ينفعش نقراها. حد بيقول له كل سنة وانت تعبان ومقهور، ربنا يجعله عيد ميلاد أسود عليك. طيب نرجع للمتصلين مرة تانية. امبابي من مصر، أهلا بيك. امبابي السلام عليكم. عليكم السلام. معلش هو الصوت واطي شوية، لو تعليل الصوت شوية الله يبارك لك يا دكتور أسامة. أنا سامع صوتك كويس. معلش أنا حاسس إني مستمع حاجة، بس أنا هتكلم لأن ببقى محضر حاجة كده، والله الحلقة بتنسيني كل حاجة أول ما باجي أتصل، وبقول بقى اللي يجي على لساني، لأن بصراحة يعني معلش عايزك تطول بالك شوية عليا. الله يخليك. امبابي أنت صوتك واصل كويس وأنا سامعك كويس، إيه رسالتك للسيسي في عيد ميلاده؟ اتفضل. أنا رسالتي للسيسي إن أنا أقول له مثلا إيه، يعني ربنا يريحنا منك ويتحقق فيك عدل ربنا، ويتحقق فيك ان انت تتشنق ان شاء الله، والاعدامات وكل حاجه اللي انت قلت عليها ديت تتشنق ان شاء الله، وربنا يريحنا منك. دي حاجه. بس انا عايز اشكرك الاول واشكر فريق الاعداد ان انا بعت رساله، هم اللي والله اتصلوا بيا، انا بشكرهم. وفي نفس الوقت برضو انا سعيد جدا وفرحان جدا ان البطوله ديت في دوله عربيه زي قطر، وده فخر لينا وشرف لينا وللأمة الإسلامية والأمة الأفريقية وكل العرب يعني، وكلنا سعداء والله. وحتى يعني والله النهاردة شفت حاجة أحزنتني، إن إدلب اللي هي سوريا اللي بيضحكوا علينا بيها كانوا النهاردة بيحتفلوا، وهم أدرك يعني سوريا يعني شوف، فالحمد لله فربنا ينتقم منه وريحنا منه، لأن ده خرب البلد. بيحتفل بإيه مش عارف، بالخراب اللي عمله، وبعدين أنا مش عارف بيقول كلامه وبيتنقد فيه، يعني إحنا مش عارفين إحنا حورة قوي ولا إحنا قد الدنيا ولا ايه بالظبط، ولا الخراب اللي عمله في البلد دي كلها. وبعدين لما احنا فقراء قوي، امال اللي جايب الطيارات دي لايه والاسور دي لايه؟ هي مصر هتركب طيارات؟ هي مصر هتسكن في قصور؟ انا مش عارف. وربنا ان شاء الله يريحنا منه وينتقم منه من اللي بيعمله فينا، اللي عمله في الشعب ده ما حدش عمله في تاريخ الرؤساء من اول جمال عبد الناصر لحد الوقت اللي احنا فيه، ده خراب علينا والله العظيم. ربنا ينتقم منه في احتفاله اللي هو بيحتفل بيه ده. يعني انا مش عارف هو يجيب طيارات ليه والعيال ولزوجته والشعب جعان ويقول لك احنا قد الدنيا مش قادر، فين بس الكلام ده كله؟ ربنا ينتقم منه ونشوف فيهم اسود ان شاء الله. بشكرك جدا يا امبابي، شكرا جزيلا. خالد من مصر، اهلا بك يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بعتذر لحضرتك يا دكتور اسامه على الاساءه اللي حصلت لك امبارح، وبحب اقول له كل سنة وانت متنيل اكتر ما انت متنيل. زي ما انت ضيقت علينا العيشة ربنا ضيق عليك عيشتك. وهتبال حضرتك يا دكتور. بس انا كنت عايز اقول لحضرتك ان هو بيعمل مشاريع فاشلة وحاجات ملاش اي لازمة. زي عندنا هنا في الصعيد عامل ترعة تقريبا توصل لعشرة كيلو، مفيش مكنة واحدة بتسقي عليها الزرع بتاعها. وهتبال حضرتك. تمام. بشكرك يا خالد، شكرا جزيلا. أبو عبد الرحمن من مصر بيقول 68 سنة منهم 10 بتلاجة قعدت عندك 10 سنين ما فيهاش غير مية، بعت فيها تيران وصنافير بمية مليون دولار ومية النيل لأثيوبيا وغاز المتوسط لليونان، ده غير تجارة السلاح ومدام انتصار لبسة الذهب والياقوت والألماز. بصراحة كان يوم اسود ومهبب ومطين بستين نيلة، أقسم بالله لم أرى في حياتي أبرد منك على كوكب الأرض، ربنا يخلصنا منك. حد بيقول رسالة تانية،
ربنا ياخدك وتكون آخر سنة في حياتك، كل عام وأنت في هم وغم وشقاء وبؤس ومرض. والله أتمنى الأخ بتاع المخابرات العامة اللي قاعد بتفرج علينا دلوقتي، أمانة عليك يا شيخ، أمانة عليك، الرسائل اللي بتتقال دي توصلها له، يعني لو فاتته الحلقة بس أو فاتت عباس بيه، أمانة عليك وانت بتسمعني دلوقتي اكتب الكلام ده، ما تخافش يعني، بس اكتبه وارميه واجري، يعني روح المكتب ارمي الورقة من تحت الباب واجري، لأن هو لو شاف الكلام اللي الناس بتقوله ده وانت واقف قدامه هيضربك بالنار. فأرجوك يعني ضابط المخابرات اللي قاعد بياخد تقرير الحلقة وبيوصي اللجان الإلكترونية هتعمل ايه وبيوصي اللي مش عارف مين يعمله ايه اللي هو بيحصل كل يوم، أرجوك خد التقرير، انا عمال اقرا لك الرسائل اهو، يعني واحد اهو بيقول لك كل سنه وبلحه طيب والسنه الجايه يكون في جهنم، ارجوك تكتب دي، مهم انك تكتب الرساله دي وتقول له الناس بتقول لك ايه. اهو احب اقول له في يوم ميلاده اللهم من شق علينا فاشقق عليه وحسبي الله ونعم الوكيل. حد تاني بيقول اسود يوم في تاريخ مصر هو عيد ميلاد السيسي، اكتب اكتب ورايا، اكتب الكلام ده وروح اديه لعباس بيه وصله لعبد الفتاح وقول له دول الجمهور بتاع اخر كلام، بس كانوا حبوا يوجبوا معاك يعني، بدل حي ابو الفساد ومش عارف ايه وولعوا لك الشام هم كانوا عايزين يولعوا فيك. فالقصه لطيفه جدا والناس مبسوطه والناس كلها بتحبك يا ريس، الشعب المصري هيموت من الفرحه يوم العالمي للمراحيض وعيد ميلادك وليله، فاكتب الكلام ده ارجوك، وامانه يعني امانه توديه لعبد الفتاح. معانا ابو احمد من مصر، اهلا بيك. أبو أحمد، تحياتي لحضرتك يا دكتور أسامة والفريق عمل قناة مكملين، شكرك. ممكن توطي التلفزيون؟ ألو ألو، وطي التلفزيون يا أبو أحمد واتكلم على طول لو سمحت. ماشي يا فندم، شكرا. اتفضل. بقول لحضرتك، بقول الراجل ده في عيد ميلاده يا لسخرية القدر ويا لسخرية الصدف، الأقدار والصدفة بتسخر منك بأنها جمعت عيد ميلادك في يوم الاحتفال بالمراحيض العامة. بقول لك ريحتك طلعت وبقت تزكم الأنوف يا أجهل من دابة. أنت تجهل يعني إيه دولة، وتجهل يعني إيه مقدرات دولة، وتجهل يعني إيه سيادة دولة. أنت كل اللي بتعمله صفقات سلاح عشان تاخد منها العمولة بتاعتك وتحوشها في الحصالة اللي أمك عطيها لك ساعة ما جيت. أبو أحمد، طيب واضح فقدنا الاتصال بأبو أحمد. معنا حسن من مصر، أهلا بك يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ أسامة. أهلا وسهلا دكتور أسامة. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. انا حضرتك كل اللي اقدر اقوله انا راجل على الله، واول مره اتكلم حضرتك في مكالمه دوليه، مش عايز اقول لك انا جبت حق الكارت ده منين، بس انا بقول لحضرتك انا ما بخافش. انا اسمي حسن سمير من مصر ومن شبرا. انا بقول للراجل ده في عيد ميلاده حسبنا الله ونعم الوكيل فيك بعدد شعر راسي، ان شاء الله السنه الجايه كده نزوره في مستشفى بمرض ما يكونش ليه علاج في الكون زي ما جاب لنا المرض والوباء، والسنه الجايه كده ما يلاقيش يشرب زي ما عطشنا وغلى الميه علينا، والسنه الجايه كده ما يلاقيش ياكل زي ما جوعنا احنا وعيالنا. ان شاء الله بطلب له من ربنا التشرد انا وجميع الناس الغلابه اللي مش قادرين ينزلوا في يوم 11/11 عشان كانوا الكلاب كلهم كانوا ملغمين الشارع، وكان اللي بيفتح بقه كانوا بيركبوا البوكس. احنا ما عندناش حرية، احنا محبوسين في سور كبير وبنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه هو وجيشه وشرطته وكل من بيعاونه. انا بقولها لك وما بخافش، وعارف اللي التليفون ده ممكن يكون متراقب، والله العظيم ثلاثة انا على استعداد اخش السجن ارحم ليا من العيشة اللي انا عايشها دي، اللي انا مش عارف اكفي طلبات عيالي، وانا في الاول والاخر صنايعي وكنت بكسب وبشتغل، جاب لنا الفقر وجاب لنا المرض. انا بقالي شهر مستخسر نفسي اجيب علاج، واول مره في التاريخ احس ان انا ضعيف ولا قادر اصرف على نفسي ولا اصرف على عيالي، وبحاسبن عليه في كل صلاه
علشان خاطر خلى التعليم في الارض، خلاني طلعت عيالي من التعليم في الازهر اللي كنت بتمنى عيالي يطلعوا يعرفوا كلام ربنا والقران من كتر الغلا اللي احنا فيه، خلاني اطلعهم علشان مش قادر اوديهم دروس ومش قادر ادخلهم ومش قادر اجيب لهم كتب خارجيه اللي ان شاء الله يتخرج من الحياه الدنيا ان شاء الله. انا معاهد ربنا ساعه ما الراجل ده يموت انا لو هبيع عفش بيت لا اجيب رز بلبن وحاجه ساعه وافرق على الناس اللي راحه جت في الشارع، وده وعد مني قدام الله. ولو مت مراتي بعد مني تعمل كده. اول ما الراجل ده نسمع عنده خبر خير ان شاء الله. وانا اسف على سوء الالفاظ يا استاذ اسامه، بس انا خرجت الكلمتين اللي عندي ومستني الحكومه دلوقتي ان هم قدامي ورايحين جايين في الشارع. وانا حضرتك بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل وكل من عنده كلمه حق وما بيقولهاش. الله يحفظك يا حسن لان الحكومه قفشه علينا قفشه جامده يا استاذ اسامه. الله يحفظك يا حسن ويسلمك من كل سوء، خلي بالك من نفسك. بشكرك جدا حسن سمير من مصر. في رسالة هنا حد بعد بيقول أم أميرة بتقول للسيسي كل سنة وانت طيب في كرب، وكل سنة وانت في كرب وحزين وتجيك المصايب ما تعرف منين، يبتليك في أهلك دنيا قبل دين ويشلك رباعي قبل ما تقول أمين، يا قاتل يا سافك دم المسلمين في النهضة وربعة وهم سجدين، هبعتلك هدية دعوة مظلومين ترفعها الملائكة والروح الأمين، ده ربك بيمهل للظالم سنين لكن لما ياخده هيروح منه فين. اكتب اكتب يا حض الظابط يلي قاعد تسمع. ام اميرة بعت شعر اهو كمان، دلع جامد والله. عبد الفتاح متدلع النهاردة، دلع جامد جدا. معانا ام مازن من مصر، اهلا بيكي ام مازن. انا ليه سامع تليفون ومش سامع ام مازن؟ طيب أم مصطفى من كندا، أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا في يوم عيد ميلاد السيسي بقى. رحت فين يا أم مصطفى؟ كنت موجودة معانا دلوقتي أم مصطفى؟ كل سنة أيوه. معلش حضرتك قولي من الأول لأن الصوت راح، تفضلي. أنا بقول له كل سنة ووجهه يزداد ذل وعار ومهانة وغضب من ربنا كل سنة، وهو مش قادر يحط راسه على المخدة وينام ويغمض عينيه من الخوف والرعب من الظلم اللي ظلمه لميت مليون مواطن، وميت مليون مواطن بيدعوا عليه كل يوم وبيحاسبينه عليه. وعايز أقول له كمان بعد ما يطفي الشمعة قبل ما يروح يأكل التورته بتاعته يبقى يغسل إيده من دم الشباب اللي هو أخر قلوب أمهاتهم عليهم. وعايز أقول له ما يفرحش قوي لأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وبستغل منبرك المحترم ده يا دكتور أسامة، وبقول من المنبر الجميل ده إن إحنا كشعب مصري أو أنا عن نفسي إحنا براء من الدم اللي هو بيقترف ليل ونهار في حق الشباب وحق المصريين، وبراء من الظلم اللي هو ظلمه للشعب ده، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وشكرا يا دكتور أسامة. شكرا جزيلا ليكي يا أم مصطفى من كندا. معنا أبو مينا من هولندا، أهلا بيك أبو مينا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور أسامة؟ أهلا وسهلا الحمد لله. حد حقي والدك والدتك إن هم ربوا شخصية محترمة زي حضرتك، طبعا أهل الجواز ده كان معروفة كان فيهم ظلم زميل يعني. وانا خدمت مع الراجل الطيب ده وهقول له كل سنه وانت طيب يا عواطف، لان ده اسمه الحقيقي مش بلحه، اسمه الحقيقي في الجيش ايام ما كنت بخدم معاه في حرب الخليج اول ما جينا كان اسمه عواطف. بحب اسجل للظابط اللي بيسمع يا ريت تكتب له يعني في واحد مراد منك او بيقول لك كل سنه وانت طيب يا عواطف. أتمنى له عيد سعيد السنة الجاية إن شاء الله نتفرج عليه ومتحنط في متحف التحرير. وشكرا يا أستاذ أسامة. شكرا ليك يا أبو مينا، شكرا جزيلا. طبعا الرواية يعني على حدتك الشخصية، أنا معرفش السيسي كان اسمه عواطف ولا لأ، لكن طالما في ضابط قاعد بيكتب فاسألوه يا جماعة هل هو عواطف ولا لأ. حد باعت بيقول انت بعت رسائل كتير قوي مش عارف اقرا ايه.
يا باشا انتوا بتغنوا على بعض، مقتنع ان انتوا قناة اعلاميين يا راجل، انا مش ضابط مخابرات، ضابط مخابرات ما بيتكلمش في قنوات، هي 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 هي. انا حد عادي جدا بس مش تبعكم. ايوه فين اجابتك؟ فين رسالتك للسيسي؟ مالك ومالي؟ ابعت تاني قول لي، تقول ايه لعبد الفتاح في عيد ميلاده 68؟ مصري من بلجيكا، اهلا بك يا مصري. مساء الخير يا دكتور اسامه. مساء الفل. تحياتي ليك والفريق البرنامج. اشكرك. القائمين على اعداد البرنامج بالكامل يعني. بالمناسبه عيد ميلاد الرئيس المنقلب الظالم السيسي، اقول له ان شاء الله يكون اخر عيد ميلاد ليك في الحياه وما يكملش 69، ولو ربنا اراد وطول في عمره لحد ما يبقى 69 نشوفه في القفص اللي كان واقف فيه الدكتور مرسي رحمه الله عليه. شكرا يا دكتور اسامه. شكرا جزيلا ليك يا مصري من بلجيكا. حد بيقول لي اتمنى بمناسبه من يشتمك اذا لم يكن لك اعداء يا دكتور اسامه فاعلم انك فاشل، طالما وجدت من يهاجمك فانت ناجح، تسير من نجاح الى نجاح. اشكرك يا ابو عبد الرحمن من مصر. معنا ابو هشام من مصر، اهلا بيك. تلفزيون يا ابو هشام لو سمحت. معنا ابو هشام. اهلا وسهلا يا ابو هشام. ايوه حالا انت على الهواء يا ابو هشام. ايوه فندم. ازيك يا دكتور اسامه؟ انا الحمد لله بخير دايما يا رب. الله يخليك. انا عايز اقول للراجل ده ممكن اقول له كلمتين في عيد ميلاده؟ اتفضل. كل سنة وانت ألف صحة وسلامة، وكل سنة وانت دايما بخير، ونشوفك راكب على الإرهابيين جميعا. خلصت الرسالة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشكرين جدا يا ابو هشام. ابو هشام بيتمنى لسيادة الرئيس المشير الركن انه هو يبقى بخير ويبقى راكب على الإرهابيين دايما. اشكرك جدا يا ابو هشام. أبو يحيى من مصر، أهلا بيك. تلفزيون يا أبو يحيى الله خليك. معاك والله، من أنا عايز أتكلم كلمتين في حق الراجل القذر ده. لا بس من غير شتيمة، من غير شتيمة. امسك 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 من غير شتيمة يا حاج أبو يحيى الله خليك. اتفضل. من غير شتيمة يا عم. حاضر. يلا. أنا بكلم راجل محترم يا عم. يلا اتفضل. مع سعادتك. أنا مش هشتم يا دكتور أسامة. اتفضل. أنا زعلت بس من الكلام اللي الراجل قاله حالا. طب رد عليه. ده ما يروح يكلم أحمد موسى. رد عليه. أرد عليه أقول له إيه بس يا عم؟ ده من الأشكال دي كتير يا دكتور، ربنا يخليك ويبارك فيه. ولا أرد عليه أقول له إيه ده راجل بعيش فين؟ ده تلاقيه بياخد معاش جيش ولا حاجة. ده راجل شغال من الخلايا النايمة بتاعته اللي عمال يكبروا فيني. يا راجل ده انا كنت بشتغل وبكسب وكنت عايش بكرامة دواء حنك. يا راجل والله ما كنت بجيب الدواء. والله العظيم ده لا يعيش ولا ينفع الكلام ده. ده ما ينفعش مظاهرة. ده مظاهرة ما تنفعش والله. عيد ميلاد ايه بس؟ ربنا يولع في بز ويسخ. ربنا يجعل اخر ايامه. انا بشكرك ابو يحيى. كده عندنا دعوتين، دعوة انه يفضل راكب على الارهاب، ودعوة ان ربنا يولع فيه. فشوفوا بقى انتوا ايه اللي هيحصل يعني. ابو احمد من مصر، اهلا بيك. يا ابو احمد، هي الناس ليه فاتحه التلفزيونات النهارده ومعليه الصوت كده؟ وطي التلفزيون ابو احمد الله خليك. انا تمام. اتفضل. كنت عايز اقول لك رئيسنا العظيم، رئيسنا الغالي عبد الفتاح السيسي بلحه، انه عمل كل الانجازات معنا يعني ان شاء الله كباري. عمل كباري كتير. هنحييه برضو على الكباري اللي هو عملها دي. صحيح برضو. نهر النيل رغم داعش النهر النيل هيرجع النيل تاني على فكره. اسد يعني هيقدر يرجع النيل تاني. بلحة بقى. زاد عايز اقول يا
هو ايه اللي بيحصل يا ابو احمد؟ انت سكت ولا بتعمل ايه؟ طيب شكرا يا ابو احمد. الحقيقه ما فهمتش انت يعني هنيته على الكباري وبعدين في حاجه غريبه حصلت. مصطفى من مصر، اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا دكتور اسامه. اتفضل. بص حضرتك، انا كنت كاتب حاجه كده للسيسي هنيفه بعد ميلاده، بس طبعا ما فيش 11 فتسمح لي اقولها دلوقتي معايا دكتور سامة؟ اتفضل يا مصطفى قول. تمام. انا كنت عامل له اغنيه بتاعه ذهب الليل لانها تليق عليه بصراحه، فبقول منها مطلع جميله واقول ايه، ذهب البغلو السيسي الجهلو والسيسي هيرحل، كان عنده زمان في دماغه جنان بيقول له في الحكم هيفضل. ماما مليكه قالت له امسك مصر اسرق مالها، تهدم في بيوت والشعب يموت وتجوع في عيالها، وادي جزات اللي ما يسمعش حاجه دكتور مرسي يقولها، وادي جزات اللي ما يسمعش حاجه دكتور مرسي يقولها. شكرا جزيلا لك يا مصطفى، بشكرك جدا. مش كده مصطفى اللي كان معانا؟ شكرا جزيلا يا مصطفى. معانا اتصالات ولا نقرا بعض الرسائل؟ طيب لحد ما نرجع للاتصالات. تحياتي يا دكتور أسامة، يا رب يكون ميلاد عيد ميلادك الأخير يا عبد الفتاح يا سيسي، يا ريت اسمي ما يظهرش في البرنامج. كل سنة وأنت في كرب وغم وحكومتك الفاشلة، وعند الله تجتمع الخصوم. أقول للسيسي منك لله يا بعيد، ربنا خلصنا منك ويكشف الغمة دي عن مصر، كان يوم أسود يوم ما شفنا وشك، اوعى تقول اسمي انا ام محمد وخلاص. حد بيقول اهو الرساله، نجيب الرد هنا، بيقول كل عام وسيادته بخير كما جعل مصر بخير واستقرار، اقول له امضي على بركه الله، الشعب كله خلفك بشتى تياراته في دوله العدل والقانون. الدليل على ذلك جمعة التفويض التي شرفت بالمشاركة فيها 26 يوليو، كانت دليل كافي على تأييد الشعب كامل لهذه القيادة، وجمعة الوفاء سميتوها الوفاء للوطن 11-11-22، ده إيه الجمال ده، عندما أثبت الشعب أنه على درجة كافية من الوعي في عدم الاستجابة للدعوات الهدامة، كان هذا بمثابة استفتاء شعبي لتجديد المبايعة للقيادة السياسية. تمام، يبقى هو هنا شايف أنه من جمعة التفويض وهو وراء عبد الفتاح السيسي. انت عارف انه اسوأ حاجة حصلت في مصر من سنين طويلة جدا كان 26 يوليو 2013، سيبك من الاخوان والله ومن الانقلاب والثورة، لا ده كان يعني اشد مسمار دقة في نعش نسيج المجتمع المصري، كان لأول مرة من عقود طويلة جدا المصريين حد يعرف يقسمهم بجد، حد يعرف يخليهم يغنوا احنا شعب وانتوا شعب، حد يوصلهم لدرجة ان احنا نازلين نفوض حد عشان يقتل حد تاني في الشعب المصري. ده اللي حصل في 26 يوليو 2013، وده اللي الشعب المصري لسه بيدفع ثمنه لحد دلوقتي. يعني انا كل الاحترام لوجهة نظرك طبعا وتأييدك لعبد الفتاح السيسي ومحاولة الدفاع عنه، مش دي قصتي هنا، لكن انا قصتي بس قصة انك فخور ب 26 يوليو 2013 جمعة التفويض. لا الحقيقة ده كل علماء الاجتماع يعني توقفوا عند اليوم ده، لأن اليوم ده كان زي ما قلت لك مسمار في نعش النسيج المجتمع المصري، وقسم المجتمع المصري منذ هذا الوقت، ولسه بندفع ثمن هذا الانقسام المجتمعي اللي كان على إيد عبد الفتاح السيسي، واللي أنت بتفخر إنك شاركت فيه، اللي بدعوك تراجع نفسك. معنا حنان من مصر، أهلا بيكي. أهلا دكتور أسامة. أهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. اهلا دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا بس بتكلم على اللي بيحيي عشان يبقى موجود ويحارب الارهاب، بس بفكره بحاجه صغيره قوي، انه في اول الحكم كانت قال ان هم في 1000 ارهابي في سينا لو حضرتك متذكر، بشباشة. فلو كان الجيش بتاعنا بيلعب معاهم استغمايه كان زمانه مسكهم 8 سنين، يعني لو يعني فمش عارفه الارهاب ايه اللي هنحاربه كل السنين دي، بقى الارهاب والاخوان راحوا خلاص في السجون، فمش فاهمه بيحارب ايه، ده بيحارب الشعب، هو بيحارب الشعب في ارزاقه وفي قوته وفي اراضيه، فيقعد يعني خلاص ما فيش حاجه يبيعها، هو باع كله، فيا ريت يمشي بقى خلاص كفايه كده عشان نعرف احنا نشوف حالنا، وبعدين مش عايزين ربنا ياخد حاجه، ده لازم يورينا ربنا ان شاء الله هيورينا اياته في اللي عمله في الناس، ده اقل حاجه الواحد يتمناها له يعني. ف
في قطع الأرزاق وبيع البلاد ده حابب في يمين أني أحافظ على البلاد وصيانة أراضيها. اليمين ياريت حضرتك تحط اليمين اللي حلفه، عشان بيقول ربنا اللي واقف وراه، واليمين اللي حلفه أنه هو سلامة الوطن. فين سلامة الوطن وأراضيه؟ ده إيه الكفر ده ما فيش أي مبادئ خالص. ربنا والحربانة اللي الناس كلها بتعملها، ياريت بس حد يفهم النظام كله واللي حواليه. أنا ما بقول حسبي الله، يعني رفعنا القضية لربنا، شوف بقى حكم ربنا فيه. يعني شكرا دكتور. شكرا جزيلا لك يا مدام حنان من مصر. معنا محمد من مصر، أهلا بك يا محمد. أهلا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. لا يا دكتور، أنا عامل سؤال بتقول محمد. ايوه دكتور انا سامع. طيب اتفضل، ايه رسالتك للسيسي في عيد ميلاده؟ والله احنا نقول حسب الله ونعم الوكيل. ان احنا ولا احنا عارفين نتجوز ولا احنا عارفين نعيش في بلدنا اللي بقت بلده، ونقول حسب الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا ليك يا محمد. مصطفى من مصر، اهلا بك يا مصطفى. طيب علي من بريطانيا، اهلا بك يا علي. اهلا وسهلا دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا اول مره دكتور اسامه اتصل بيك، بحاول من 3 شهور بصراحه، بس دي اول مره. ده شرف كبير والله، اتفضل. الله يخليك، الله يخليك. بس يا دكتور اسامه معلش انا ماليش في السياسه والكلام دوت، بس انا بقول للرئيس السيسي اولا كل سنه وانت طيب يا ريس. ثانيا بقول له يا ريس الشعب المصري يستحق عيش احسن من كده، الشعب المصري يستحق كرامه اكتر من كده، الشعب المصري شعب طيب جدا جدا جدا، من الشعوب فعلا الطيبة، من الشعوب اللي ما فيش زيها في الدنيا كلها. يستحقوا يعيشوا كويس، يستحقوا تعليم كويس، صحة كويسة، يستحقوا كل حاجة كويسة يا ريس. يعني كن رحيم بالشعب دوت، يعني أرجوك 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 يا ريس الرحمة بالشعب المصري. الشعب المصري من أحسن شعوب الدنيا كلها يا ريس، عشان حرام اللي بيحصل كده. إن احنا نسمعه إن ناس مش لاقية تاكل حرام، ناس مش لاقية تتعالج حرام، ناس مش لاقية تتعلم حرام. حرام يا ريس، حرام يا ريس. اعتفوا على الشعب المصري شوية، اعتفوا على الشعب المصري شوية، حرام عليكم. شكرا يا دكتور أسامة. أنا اللي بشكرك يا علي الحقيقة، وبختم الحلقة برسالتك لعبد الفتاح السيسي اللي أنت هنيته بعيد ميلاده وتمنيت له الخير ووجهت له مجموعة من الرسائل أتمنى أنها توصل له، أتمنى أن هو يتحرك استجابة لهذه الرسائل. عايز أشكر كل اللي شاركونا الحقيقة على مدار الحلقة في الاتصالات وفي الرسائل، وعايز أصحح معلومة مهمة جدا. في 19 نوفمبر احنا مش بنحتفل باليوم العالمي للمراحيض ولا بنحتفل بعيد ميلاد عبد الفتاح السيسي، احنا في 19 نوفمبر بنحيي ذكرى ملحمة محمد محمود في العام الأول لثورة يناير. 19 نوفمبر من كل عام من بعد 2011، واحنا في كل سنة بنقول الهتاف اللي كنا واقفين قدام وزارة الداخلية بنقوله يوم 19 نوفمبر 2011 وما بعدها، اشهد يا محمد محمود اللي ماتوا كانوا أسود. تصبحوا على خير.